محاكمة أميمة بلشت بمي 2020 وهي مستمرة ليوليو 2020. مفروض يكون في 13 جلسة محاكمة، نحن حالياً بالجلسة رقم 5. متهمة بالانتماء لتنظيم إرهابي، متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبكمان سبي فتاة أيزيدية. تمكنت من خلال مصدر من الحصول على نسخة من محتوى الهاتف الجوال الخاص بأميمة عبدي. حجم المواد يبلغ 36 جيجا بايتس، مقسمة على أكثر من 24 ألف ملف، معظمها صور مأخوذة من قبلها في ألمانيا وفي سوريا، وهناك العديد من السكرين شوتس ومقاطع الفيديو وملفات البي دي اف. ووفقاً لهذه الرسالة الرسمية الصادرة عن مركز التوظيف الألماني، فإن السلطات الألمانية كانت على علم في العام 2015 بأن أميمة ذهبت إلى سوريا. في بحث سريع على النت وجدت صفحة اللينكدإن الخاصة بها. يبين حسابها الشخصي أنها خلعت النقاب، وتعرف عن نفسها على أنها مترجمة وتنظم مناسبات في هامبورغ. على صفحتها أيضاً تقول إنها تسكن في منطقة تعرف باسم هامبورغ نويغرابن فيشباك، وهذا لفت نظري لأن من بين صور وملفات أميمة الموجودة على هاتفها وجدت عنواناً لها في نفس المنطقة. بما أن أميمة تعرف الآن أنني أحقق في موضوع ذهابها إلى سوريا، قررت أن لا أعود إلى منزلها، بل أن أتصل بها وأسمع وجهة نظرها. ألو مرحبا. ألو مرحبا أميمة. مرحبا. إيه. أميمة عبدي صح؟ إيه. أوكي كيف حالك؟ مين أنتي؟ اسمعي أنا اسمي جينان، ما تسكري التليفون، اسمعيني للآخر لأنه هذا الموضوع بهمك ولازم تسمعيني وبعدين تقرري. أنت مين؟ قوليلي أنت مين أول شيء. أوكي رح قلك أنا مين. عبقلك أنا جينان وأنا صحفية وبعرف أنه أنت كنت بسوريا مع داعش، وفي عندي صور في عندي صور لإلك وقتها كنت بسوريا، عرفت كيف؟ فعم بتصل عم بتصل فيك حتى أسألك أنه أيمتى رجعتي على ألمانيا؟ أنت مين عطاك رقم؟ مش مهم، انا عم بسالك في قصه انا عم بعملها. نعم سكرت الخط.